وباستئناف اجتماعات المجلس القومي للأجور عشان يكون في حد أدنى للعاملين في القطاع الخاص. اتفضل. اتفق معك تماما انه قانون ان المجلس القومي للأجور مجلس، انا بقول قدام الدنيا كلها انه من افشل المجالس في مصر. لو انعقد مجلس الأجور، وعلى فكرة انا بقول افشل وانا عضو فيه فعلا بالفعل، لان هو هذا المجلس تم اقراره في قانون رقم 12 لسنه 2003، وقال ان على مجلس القومي للاجور ان يراجع الاجور والعلاوات الدوريه كل 3 سنوات ليتمشى مع الاسعار والتضخم، ولم يحدث ذلك. لو المجلس ده انعقد على مدار ال 12 سنه اللي فاتت 4 مرات، ما كناش اتأزمت النهارده الدنيا من حول العلاوات الدوريه ما بين 5% و7%. ولذلك انا بطالب برضه من خلال برنامج حضرتك السمر بسرعه عقد المجلس القومي للاجور لنضع حد ادنى للاجور في مصر في كافه قطاعات الدوله.